في موضوع تاني متعلق بموضوع سد النهضة. موضوع سد النهضة اتكلمنا فيه عشرات بل مئات المرات، هذا كلام مكرر ومعاد، لكن الجديد ان حكومة الانقلاب بتعتقد انها ذكية بالقدر الكافي انها تمرر على الناس فكرة النداء البيتيشن. فاللي حضرتك شايفه قدامك دوت لعل يكون كبير شوية، اهو قدامك اهو، بيقول لك والله وزارة الهجرة المصرية بتقول نهر النيل لكل شعوب النيل وحقوقنا كلنا لازم تتحدد من كان من جانب كل الدول المعنية، وأزمة سد النهضة لازم حلها يكون بالتوافق بين مصر وأثيوبيا والسودان. دورنا كمصريين إننا نكتب ونأكد على كده على هاشتاج Egypt Nile Rights. المصريين في الخارج أطلقوا مبادرة للدفاع عن حق مصر في مياه النيل، وقع على المبادرة. الله عليك الله عليك يا بتاع المخابرات يا عظيم، بيقول لك انت يا شعب مصر انت اللي تروح تجيب حقك بايدك عبر الهاشتاج، فتقوم لما تعمل كده تقوم اثيوبيا على طول اوتوماتيك هتقول لك ايوه المصريين جايين جحافل المصريين عندنا ترند ايجيبت نايل رايتس ده حاجه يعني هتبقى عالميه. اخاف انا؟ لا، هو مش قصده كده، هو مش قصده يرجع ميه النيل، اوعى تبقاش غبي. هو قصده حاجه تانية، هو بيقول لك ان حل قضيه سد النهضه عندك انت يا مواطن، انت السبب من يناير وانت السبب بعد كده لما عرف كتفها ومشيت بظهرها وبينت كعبها ولعبت بخلخالها وحركت المنديله بقوية. امال ايه؟ هو عاوز يقول لك انت اللي هتحل الحكايه دي، انتوا على رايه، انما انا عرفت قصور، انا وقع الاتفاقيات، انما تقول لي اجيب سد النهضه؟ هو انا ضيعتوك قبل كده؟ ده منتهى الفلس، منتهى الوضاعة، منتهى قلة الحيلة. هو عنده بندقية بيضرب بيها بس، والله والله انه هذا البني آدم لا يستحق ذكره. انا بالنسبة لي بتعصب لما بذكر ذكره، هذا اقل من ان يكون بني آدم، كون انه هو يبقى يوصل السلطة ويقتل في الناس لا يستطيع التفكير ولا يستطيع التدبير. في حد كان حاطط بوست مش فاكر اسمه، كان بيقول لك ده لو خدنا الفلوس بتاعه الامارات اللي دعمت الانقلاب وحطينا منها جزء شاركنا في سد النهضه كنا بقينا شركه فيه وفرضنا كلمتنا. اللي عمل سد النهضه اسرائيل والامارات والسعوديه. فانت النهارده السيسي اخر حلوله ويا جماعه المصريين وقعوا المبادره، فلو المصريين ما وقعوش هقول لك ايه؟ قال لك شفتوا انتوا السبب انتوا، انما السيسي كده حلها. فاكر انت لما قال له حلها؟ فاكر؟ دولة بتندار بظهرها ماشية بالعكس، وسلطة ودولة مختطفها سلطة وسلطة مختطفها وزارة وشوية جنرالات وشوية جنرالات خاطفهم سيسي وتعليمات بتيجي من الإمارات ومن إسرائيل وحماية من برة وجوه. ربنا هيغير كل ده، بكل تأكيد هيتغير كل ده. اللطمة مش في سد النهضة بس، والكلام الفارغ للنهضة بس، والكلام الفارغ اللي بيعملوه. اكتبوا يا اولاد، قولوا يا اولاد عاوزين نعمل كذا ونسوي كذا. ايوه عيب يا اثيوبيا يا راجل، ده انت حلفته انه مش هيضايقك ولا هيظلم مصر. واحد اثيوبي بعت يقول قال هو انتوا زعلانين الرئيس وزرائنا حنس باليمين بتاعه في موضوع ان احنا مش هنضر بمصالح مصر في النيل؟ طب ما انتوا عندكم السيسي نفسه حلف باليمين انه ملوش طمع في السلطه ومش عارفين صم ولا لا، نفس الحكاية. أرى جوزات بيديروا المشهد وأرى جوزات بيديروا البلد ومراهقين ومضحوك عليهم وعملاء زي ما بعض الناس بيحب أني دايما أؤكد على كده، لأنه لا يرى أنهم سذج بل يراهم عملاء.